السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بالنور والسرور. حلقة جديدة من برنامجكم مساء الإمارات وعبر قناة الظفرة. بما أن أيام توصلنا عن السنة الجديدة، نحب نكون سباقين، وكلكم كل سنة وأنتم بخير وسهالة يا ربي. طبعا نحييكم مشاهدينا من قناة الظفرة، ونذكركم أيضا أن احنا باكر إن شاء الله بكون متواجدين في القرية العالمية، وبنقل لكم مباشرة من الساعة 10:30 ل 12. صحيح؟ أكيد إن شاء الله. عدا القرية الإماراتية على فكرة. ينتهي برنامجنا طبعا بيكون مع أول ما تصدر أو ما تبدأ الألعاب النارية إن شاء الله في دبي. برج خليفة أطول برج في العالم أكيد. طبعا إن شاء الله باكر بتكون حلقة مميزة. أما الآن احنا ناخذكم إلى أهم عناوين لليوم. تصنيف العقارات علاج ناجع لحل مشكلة الإيجارات في حوار المساء. مواقع التواصل الاجتماعي مرافقة ذكية ومراقبة طوعية لمستخدميها. عبد الغفور الرئيسي شاب إماراتي حلق عاليا في فضاءات النجاح رغم إعاقته في مكان بينكم. إذا أعزائي المشاهدين، كانت هذه أهم عناوين إلى حلقة اليوم. خلينا نبدأ حلقتنا معاكم مع نشرة الأخبار مع الزميلة شيماء الشمري. أحييكم تحية طيبة وأقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 39 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نائبا للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله المرسوم رقم 40 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي برئاسة عبد الرحمن صالح آل صالح وماجد سيف الغرير نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور رياض محمد بالهول وعارف عبد الرحمن أهلي وحمدان خليفة الشاعر، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. يعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشر في الجريدة الرسمية. كما وتسلم سموه رعاه الله نسخة من كتاب رؤى فلسفية في الحكم والفروسية مقاربة فلسفة محمد بن راشد آل مكتوم بالفلسفات الكبرى لمؤلفه الكاتب والروائي علي أبو الريش، وذلك خلال استقبال سموه للكاتب الإماراتي المعروف في قصره بزعبيل. يتضمن الكتاب مقاربة فكرية بين فلسفة قائد عربي من طراز فريد وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأفكار ونظريات كبار الفلاسفة، حيث يرى المؤلف أن سموه قدم من خلال رؤيته الوثابة نحو المستقبل فكرة رابعة تضاف في عصرنا الحالي إلى 3 أفكار فلسفية كبرى غيرت وجه العالم، إذ إن سموه استطاع أن يلون وجدان الإنسان بالحب والسعادة، ما جعله يملك زمام التقدم والتفوق في وطن السعادة دولة الإمارات التي أصبحت تتبوأ المراكز الأولى بفضل هذه الرؤية التي لا تؤمن إلا بالتفوق. في حين يشير الكتاب إلى أثر فكر سموه في تحويل الكثبان الصفراء إلى شاهقات باسقات وإنجازات مشهود لها منحت دولتنا التميز والتفوق الحضاري في شتى الميادين. يعد علي بن ريش من أهم الكتاب والروائيين في دولة الإمارات، له خبرة تناهز 30 عاما في مجال الفكر والأدب، وألف 10 روايات ومسرحيتين ومجموعة نثرية، تم اختيار روايته الاعتراف ضمن أهم 100 رواية عربية خلال القرن، وتم تكريم بن ريش في العديد من المحافل الدولية، وحصل أيضا على العديد من الجوائز من أهمها جائزة الدولة التقديرية سنة 2008 وجائزة شخصية العام لجائزة الإمارات للرواية عام 2014 وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في مجال الأدب.
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 170 نزيلا من مختلف الجنسية بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك. جاء ذلك بمناسبة احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع لعام 2015، ودعما للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع أفرادا صالحين وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم. ورفع العميد سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسماء آيات الشكر والتقدير لسموه على هذه المكرمة والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والإسهام في دعم خطوات التنمية الاجتماعية. كما وأصدر سموه قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي. نص القرار رقم 10 لسنة 2015 على أن يرأس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي في الإمارة السيد عفاف إبراهيم المري وعضوية كل من السادة جاسم محمد الحمادي أمينا عاما للمجلس وأحمد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبد الله الخيال وعيسى هلال الحزامي ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي وفاطمة موسى البلوشي وإيمان راشد سيف. يوزع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية على الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه فيما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه. أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2015 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان لسنة المالية 2016 بإجمالي نفقات قدرها 1,171,000,000 درهم بنسبة نمو أو نمو 10% عن الموازنة العامة لسنة 2015. وقال اسمه الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن موازنة السنة المالية 2016 جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بالإمارة لتقديم أفضل الخدمات والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية، ما يسهم في الحفاظ على تبوؤ إمارة عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم السيد هيونمدك قنصل عام جمهورية كوريا الذي قادم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالقنصل متمنيا له طيب الإقامة وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي وسعادة يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين. قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة لثقافة والإعلام واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعيد عبد الله بن عباد. وعبر سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة قدفع بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين مساء أمس الحفل الختامي لجائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في دورتها الثامنة.
حضر الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي في الإمارات التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وفضيلة الشيخ عمر آية القزابري إمام مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية ضيف الجائزة وعدد من مدراء الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة وجمهور غفير. تخلل الحفل عرض فيلم عن الفعالية والأنشطة التي تنفذها جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، حيث قام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى يرافقه الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى وفضيلة الشيخ عمر آية القزابري بتوزيع الشهادات وتكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم والرعاة. هذا وتسلم سمو ولي عهد أم القوين هدية تذكارية من رئيس مجلس أمناء الجائزة، فيما قدم سموه هدية تذكارية إلى فضيلة الشيخ عمر آية ضيف الجائزة. نظم مكتب ولي عهد دبي عددا من الفعاليات والبرامج التي سيعمل على تنفيذها في إطار مبادرة 2016 عام القراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي جاءت لتمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة واستكمالا لسلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها الدولة منذ نشأتها. يستهل المكتب فعاليات عام القراءة بمنح جميع الموظفين حق القراءة في مكان العمل 3 ساعات أسبوعيا بحد أقصى لتشجيعهم على القراءة والمشاركة أيضا. تأتي هذه الجهود تماشيا مع توجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق مبادرة العصف الذهني عبر وسم عام القراءة لتشجيع القراءة كعادة مجتمعية. يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي 16 التي سيعقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016، وذلك في مقر المجلس في العاصمة أبوظبي، مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 16 و5 مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها. ويوجه المجلس 3 أسئلة إلى ممثل الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف مسمياتها فيسبوك، تويتر، لينكدإن، وجوجل بلس، يوتيوب، انستغرام، وسناب شات وغيرها كثير قواعد بيانات ضخمة جدا تغري الحكومات وأجهزة الأمن والسفارات أيضا وشركات التسويق الاستهلاكية لمراقبة المستخدمين. الزميل أيمن مصبح سلط الضوء على هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي. نجحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت خلال فترة زمنية قصيرة في كسر قواعد أنظمة الدول التقليدية الخاصة بقوانين المطبوعات والنشر لتشكل بذاتها دولاً افتراضية بعلم رسمي وسكان، فقاعدتها ملايين الأفراد الذين وجدوا فيها متنفساً للتعبير عن أفكارهم وميولهم ومعتقداتهم بعيداً عن مقص الرقيب في مطبوعات تقليدية من صحافة ورقية وإعلام مرئي ومسموع، فضلاً عن أنظمة مرنة لتلك المواقع تمنح جنسيتها بسهولة عبر حساب يفتح خلال دقائق معدودة وتتيح لهؤلاء حرية التنقل بين ملايين المواقع التي أذابت الحدود التقليدية. حقيقة ذلك تظهر جلية من خلال الأرقام المعلنة لعدد مستخدمي تلك المواقع، إذ وصل عدد مستخدمي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حاليا إلى نحو 1,550,000,000 مستخدم نشط، فيما بلغ عدد الأعضاء المشتركين في موقع لينكدإن نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 400,000,000 عضو، وعدد المستخدمين النشيطين شهريا في موقع التدوين المصغر في تويتر 320,000,000 مستخدم، بينما احتفل موقع يوتيوب للفيديو أخيرا بوصول عدد مستخدميه إلى 1,000,000,000 مستخدم خلال 10 سنوات من إطلاقه.
ففي الوقت الذي وجدت فيه هذه الملايين مساحة افتراضية خصبة للتعبير عن ذاتها، كانت دول رسمية وحكومات وشركات تسويق ومعلنين كل حسب أهدافه ترى في تلك المواقع كنوز بيانات دفينة سهلة المنال، وفي المستخدمين أنفسهم كتبا مفتوحة لتعزيز ما ترن إليه في تثبيت قاعدتها وقاعدة بياناتها لتحقيق عائداتها الربحية بطرق متعددة. ففي النهاية وباختصار شديد جدا، لا بد أن نقول بأننا أصبحنا أمام معادلة صعبة عنصرها الأساسي هو أنت أو أنت أو ما يعرف بالمستخدم، وعنصرها الآخر هي تلك المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي لتعادل أجهزة مختلفة وشركات تسويق متنوعة لتستمتع بالحصول على تلك البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر في وقت كان يحظر فيه على شركات التقنية الكبرى تقديم أي تفاصيل عن طلبات حول بيانات المستخدمين، ولتتمكن شركات للتقنيات الكبرى من تقديم لقمة سائغة في أفواه المستفيدين منها. أيمن مصبح، قناة الظفرة. في الملف اليمني، أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن نجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف بعد سقوط طائرته طراز F-16 اليوم في منطقة جازان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قيادة التحالف العربي في بيانها اليوم أن الطائرة سقطت بسبب خلل فني، في حين أكدت إحدى المواقع الإخبارية الإلكترونية بأن الطائرة سقطت أسفل الجبال في فاء بمنطقة جازان جنوب السعودية في مكان خال من السكان على طريق العربة، فيما نجا قائد الطائرة حيث تم نقله لمستشفى العارضة ومنها إلى مستشفى القوات المسلحة. أشار المصدر بأن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرت تمشيط موقع سقوط الطائرة العسكرية وتم إخماد النيران. في الإطار ذاته، أعلنت قوة الدفاع الجوي السعودي اليوم الثلاثاء أنها تصدت لصاروخ باليستي سكود تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية قبل تفجيره فوق أجواء منطقة جازان. ذكرت وسائل أعلام سعودية أن الدفاعات الجوية نجحت في تفجير الصاروخ من دون حدوث أي أضرار، مؤكدة أنه تم التعامل مع الموقف بدقة، ويعد هذا الثامن صاروخ تطلقه ميليشيات الحوثي من مديرية همدان منذ بدء الهدنة قبل نحو أسبوعين في ظل تذمر السكان في همدان من تحويل ميليشيات الحوثي منطقتهم لمنصة إطلاق لصواريخ باتجاه السعودية. وبالانتقال إلى أخبارنا المنوعة، سيكون أهل دبي وزوارها والمتابعون من كافة أصقاع الأرض على موعد مع عروض الألعاب النارية الأعلى في العالم والتي تزين برج خليفة خلال احتفالات العام الجديد في وسط مدينة دبي، حيث تتضمن الاحتفالات هذا العام 8 أجزاء تحتفي بالرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر هذا الحدث من بين الأكثر شعبية ومشاهدة في العالم بأسره، حيث يستقطب كل عام مئات الآلاف من الزوار، وتزداد روعة احتفالات العام الجديد مع التصاميم والأطياف اللونية المتنوعة التي تظهر على شاشة LED الساحرة التي تزين واجهة برج خليفة بارتفاعه الشامخ الذي يبلغ 828 مترا، فيما يسلط العرض الضوء على مواضيع عدة في مقدمتها تحية لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنين. تنطلق الاحتفالات قبل دقيقتين من العد التنازلي، حيث ستغمر الأنوار وسط مدينة دبي في تشكيلات بصرية معدة بدقة فائقة تنعكس على واجهة دبي مول. يلي هذا الجزء عرضا بصريا للساعة الرقمية العملاقة في انتظار بدء العام الجديد، تظهر 12 رقما يعبر كل منها عن أشهر العام 2015. يتضمن العد التنازلي والعرض البصري لاستقبال عام 2016 سلسلة متكاملة من الألعاب النارية والأضواء والتصاميم على الشاشة التي ستنير أرجاء وسط مدينة دبي ليكون واحدا من الأماكن الأكثر إضاءة على سطح الأرض. اقتصاديا، نالت عملية جني الأرباح من أداء سوق أبو ظبي المالي بنهاية جلسة اليوم الأربعاء ليعاود خسائره بعد 9 جلسات من الارتفاع، متأثرا بخسائر قطاعي البنوك والاتصالات، مغيرا لسوق دبي المالي الذي أنهى جلسة اليوم باللون الأخضر مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية بدعم مباشر من سهم أرابتك ومعاونة دبي الإسلامي والوطني، في حين جاء إعمار فقط باللون الأحمر إلى آخر إغلاقات السوق المحلية.
المركبة. وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات لليوم. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. تصنيف البنايات السكنية والتجارية لفئات رئيسة، هل يضمن معالجة مشكلات تحديد الأسعار؟ الخبير العقاري مبارك العامري، لطالما طالب الخبير العقاري مبارك العامري في مقابلاته الصحفية والإعلامية ودراساته وأبحاثه بإقرار نظام لتصنيف العقارات وفق فئات محددة. العامري يرى أن المشكلة ليست محلية في إمارة من إمارات الدولة بالذات أو في إحدى الدول الخليجية مثلا أو العربية، وإنما هي معضلة عالمية. باختصار، مشكلة تحديد الأسعار في المجال العقاري تكمن في تصنيف البنايات ما بين سكنية أو تجارية مع تفرعاتها. مبارك العمري يرى أنه لا بد من تصنيف البناية السكنية والتجارية ضمن أربع فئات رئيسية وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى حتى الرابعة على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشكلات تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، لا سيما في ظل تفاقم الخلافات بين الملاك والمستأجرين بعد إلغاء طبعا سقف الزيادة السنوية الإيجارية اللي كانت محددة ب 5% سنويا. في هذه الدقائق المقبلة سنناقش هذه الأفكار مع مبارك العمري شخصيا، ولكن طبعا بعد تقرير. أول شيء رحب فيك. اهلا وسهلا، حياك الله، فرصه طيبه. طبعا هذه الافكار وهذه الدراسات اللي قمت بها نحن بنناقشها ان شاء الله، ولكن قبل هذا بنروح لتقرير عن هذا الموضوع ان شاء الله. الله يحفظك يا رب. شكرا. اذا مشاهدينا الى تقرير حوار المساء، ولن نعود مع مبارك العامري بعد قليل. طالبت دراسة حديثة بإقرار نظام لتصنيف العقارات في أبوظبي وفق فئات محددة، بحيث يتم تصنيف البنايات السكنية والتجارية ضمن أربع فئات رئيسية وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى حتى الرابعة على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشكلات تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، لا سيما في ظل تفاقم الخلافات بين الملاك والمستأجرين بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة ب 5% سنوياً. وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 20 بنداً يجب توفرها لحصول العقار على تصنيف الفئة الأولى، بينما يتراجع التصنيف إلى الفئات الأقل بحسب معدلات توافر الشروط. وتشمل هذه الشروط توافر اشتراطات السلامة حسب متطلبات الدفاع المدني من طفايات حريق كاشف الدخان بجميع المرافق الترفيهية والعامة، كما تشمل الشروط توافر 3 مصاعد والمحافظة على الصيانة والنظافة المستمرة للمواقف وواجهات المباني، وأن تعمل الصيانة على الأقل 12 ساعة مع توفير خدمة الطلب خلال 24 ساعة، فضلاً عن الحالة الممتازة للأجهزة والمعدات وللجدران والأسقف والأرضيات، وأن تكون خالية من أي عيوب، والنظافة العامة والمستمرة لجميع المرافق الترفيهية ومحتوياتها، والحالة الجيدة لواجهات المبنى وتناسق الألوان وعدم وجود عيوب أو تسربات مياه أو أسلاك كهرباء مكشوفة، وتوافر إضاءة عامة ومريحة بجميع المرافق العامة. سيد مبارك، طبعا نحن شفنا التقرير ويا بعض، ويمكن ذكروا فيه الاخوان بنود من البنود يمكن انت وضعتها في صحيح. اللي هي الاشياء اللي تشكل طبعا عمليات التصنيف، ولكن هذه الفكره توصلت لها متى وكيف؟ هذه الفكره بدات طول عمرك تقريبا، من بدات عندي الفكره تكونت من 2009. جميل. مع لزمه الايارات وصعودها اذا يذكر الكل يحضرني في 2009، حتى في موضوع تكلمت فيه في الوقت هذا بالتحديد، ومن خلاله كان لي تصريح اساس وقت نزول الايارات
بعطيك الفكرة من بدأت مني، بس بعطيك النقطة اللي أنا ارتكزت عليها. جميل. في 2009 تكلمون أساس العيارات كانت مرتفعة، في أحد الأخوان الصحفيين كتب لي مقال قلت له العيارات بتنزل 50%. نعم. فاستغرب مني هو يكتب، فكتبه ونزله فعلا بعد فترة نزلت. فبنيت على أي أساس؟ على معطيات السوق. نعم. السوق شو معطياته؟ هذاك الوقت عندي ثلاث معطيات، الناس تبني على مؤشر واحد، أنا بنيت على ثلاث مؤشرات. المؤشر الأول اللي هو في 2009 استوى الحمد لله طول الشيوخ والحكومة، صرفوا تقريبا وزعوا حدود 4000 مسكن. نعم. نفسها. نفس الوقت مع دخول وحدات وحدات سكنية جديدة للسوق. جميل. النقطة الثالثة طبعاً ذاك الوقت كان في استغناء عن وظائف كثيرة بعدد كثير، فعندك طبعاً طلوع سكان ومواطن يستلمون مساكن. صحيح. ودخول وحدات سكنية وخلاء موظفين مساكنهم، فبيصير دروب وبيصير نزول. ما أني طبعاً الفكرة من قبل قايم وأنا طالب فيها بخصوص الدراسة، هي الدراسة ابتنت على أساس أنها تكون قطاع كامل، هي تكون مستقلة. جميل. وترتبط طبعاً تبع أي سواء في أبو ظبي أو في إمارة أو في على مستوى تكون مستقلة، وتكون ليش هي تكون همزة الوصل بين سواء المطور أو المستاير أو أي تكون مشرفة على المواضيع هذه وتكون. فحطيت جيت حسس إن بديت وحطيت النقاط الأساسية، بديت أول شيء بديت بالامتياز. جميل. لأن هنا هني حطيت على تقسيم المباني أو السوالف السكنية أو البنايات التجارية أو السكنية بشكل عام، فوزعتها على ثلاث شرائح. نعم. اللي هو شريحة يسمونها فئات، لا مش الفئات، على المباني، لأن عندك الفئة الفاخرة. نعم. اللي هي تشطيباتها ولها امتيازاتها طبعا. جميل. مثلا لو بناخذ مثال بسيط، في الأبراج الحديثة الجديدة الأخيرة بعض الوقت توصل ل 300 مليون تكلفتها. صحيح. طبعا. وفي بنايات قديمة سابقة بنايه ممكن 100 مليون 90 مليون. نعم. فتفتقر مواصفات كثيرة. صحيح. فأنا إذا بحس برج مثل هذا وهذا ينبع، هذا يير 220 مثلا وهذا يير 220، مش منطقية. مش منطقية، أنا هضمت حق هذا. نعم. وبكرة إذا أنا بحاسب المستاير هذا بحاسبه بقول له لا. فلما جيت مني توصلت النقطة هذه. طبعا قبل ما ابدا النقطه هذه صرت ابحث عن موضوع قصه قديمه موجوده من حوالي 1400 سنه، قصه سيدنا يوسف عليه السلام. القصه هذه فيها شقين، شق فيها تخزين استراتيجي. نعم. وشق فيها وضع نظام حق الناس اللي بيونه، ممكن خلال الشهر الاولي يونه 100,000، خلال الشهر الثاني يونه 100,000، ممكن خلال 6 شهور يونه 600,000 مليون وصول العدد. طبعاً. فالنظام اللي حطه من هني وبدا على النظام هذا في اليه تبعها. فجيت صرت هنا اخذت المرجعيه اللي هي الاساس هذه وبديت اقسم شو المواصفات. المواصفات هذه البرج هذا نعم فيه تشطيب. جميل. سوبر دولكس، مواصفات راقيه يستحق ان يصنفه الفئه الاولى. نعم. شو الفئه الاولى؟ شو متطلباتها؟ في لها مش 20 بند، فيها 36 بند. جميل. بس احنا حطينا 20 بند لاني ما نزلت العلمك حتى الدراسه ما نزلت، نزلت منها 70%. نعم. باقي 30% ما نزلتها لان هذه يسمونها الاليه مالها والتكمله. صحيح. لا اله الا الله، نصر الله. بجيب المجمعات برضه، لا تنسى انا اتكلم على ابراج. طبعا. عندك مجمعات بالهبر ومجمعات كل امتيازات فيها. صحيح. لو نتكلم على مستوى المجمعات، يوم قلت لك المجمعات نبغي منها ابسط مثال، لو نعيد التقرير تتكلم على التقرير، يوم اتكلم لك على الصيانه، عامل الصيانه يكون متوايد، هذا واحد. عندك بالنسبه للمجمعات التجاريه تكون فيها نظام السكيورتي موجود، عنده فيها ملاعب. نعم. فيها مولات، فالاشياء هذه كلها تخدمها. طبعا. ممكن نصنف المجمعات السكنيه صفه اولى، الابراج يمكن اعطيها الثانيه بس لأنه ما 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 مش ما فيها خدمات غير متوفرة، تكون المجمعات سكنية عفوا تكون فيها خدمات أكثر. فهني طبعا يوم بعطي الشخص حقه. طبعا. يوم بني نفس الشيء بنتقل للفلل يا أستاذ عبد الله، بنتقل للفلل برضه نفس الشيء، نفس المشكلة موجودة في الفلل. طبعا. فجيت منني حطيت الآلية بالنظام هذه. طبعا الموضوع هذا ربي نسبة ناقش أنا وياك يمكن لا بتكفي لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، لأن في شرح دراسة، هي دراسة طبعا يحتاج لها وقت طويل ان احنا نناقشها. طبعا اذا ما تحدثنا عن هذه المشكلة، هل هي محلية او انها خليجية ام انها حتى وصلت للعالمية الان؟ فالحين اصلا لما نتكلم احنا بشكل عام خلنا ناخذها بالمنطق، السوق الايجار دائما
هو دين ومحرك للسوق العقار في أي مكان، سواء في الإمارات أو في الخليج أو في العالم العربي أو في على مستوى العالم كله. السوق الأيجار هو بالذات هو دين ومحرك. لو أعطيك مثال الحين، لو بناخذ مثال أبو ظبي أو دبي، دخل المدينة الأيارات مرتفعة مثلا، ولو في أرض ينبهم إيش اللي يحكمها؟ عليها طلب طبعا، السوق اللي بيحكمها صحيح. سعرها بيش الله صحيح. بس لو ما كان عليها طلب يكون سعرها بتم. فهني ريعنا شو من اللي محركها؟ الأيجار اللي محركها. زين محل الأيجار يركز على شو؟ سواء محلات تجارية، سواء الناس بتسكن، كل يركز على داخل المدينة. برا المدينة محتاجة نفس الشيء. لا لا تنسى عندك الأراضي الصناعية. نعم. لها برضه نفس الشق صحيح. الدراسه تتكلم تراها ملا تتكلم على الايجار على على كامل القطاع العقاري بشكل يعني عام. يعني الدراسه تتكلم اولا على التنظيم الاساس، الاساس اللي هو سوق الايجار اللي هو المفتاح المحرك. اذا تشرع وضع له تشريع صح راح نوصل، اذا موضع له تشريع صح لو يسوون ما يسوون يسوون تنظيم ما راح يصير. هي يعني تبقى ايضا العرض والطلب هو اللاعب الرئيسي، واذا كان هناك طبعا لكن الايجار والوحدات السكنية الأجارية هي من يلعب يمكن اللاعب الأساسي طبعا بالنسبة للأجارات، لأن هي إذا ما إذا في وحدات سكنية قليلة إذا هناك طلب إذا بيرتفع. بنجيب نقسمها بنوزعها عبد الله. مثلا عندك شرائح مش شريحة واحدة طبعا، عندنا هنسكن على شريحتين حد الآن، بس يوم ندخل في نظام التصنيف بتوزع، ممكن نعم. توزع على ثلاث شرائح، ممكن على أربع شرائح توزع. وهذا احنا ما وصلنا إلا إذا وصلنا المرحلة هذه بنحط التشريع، وإذا حطينا التشريع حطينا اللوائح، وإذا حطينا اللوائح هني بدينا نصحح الأساس اللي هو الأساس اللي هو سوق الأيار. إذا صححنا سوق الأيار كل أمور واحدة بتعالج تماماً. بتحدث عن أمر يمكن تذكرت يعني أحد الأمثلة هو وجود برجين. نعم. برج فاخر نعم. احنا نسميه مثلا فئة أولى نعم. وبرج قديم مثلا نقول له فئة رابعة هو الفئة نعم. الأخيرة نعم. ولوجود البرجين في نفس المكان اكتسب البرج الفئة الرابعة قيمة أجارية توازي القيمة الأجارية للبرج اللي هو الفاخر. وهذا اللي صاير. هذا طبعا يصير نعم. ولكن لماذا يذهب المستأجر إلى هذا البرج إذا كان يستطيع أن يسكن في برج فاخر بقيمة فهو بنفس القيمة؟ شوف دائما الحين مثل داخل نأخذها مثال أبو دبي مثل داخل المدينة، أنا شو أبغي؟ أبغي أسكن قريب هنا نعم. عدة أسباب، من خدمات متوفرة، كل الخدمات طبعا بنتكلم على خدمات ممكن على المحلات التجارية اللي هي عندك المراكز طبعًا. عندك الصيدليات، عندك سهولة الوصول لكافة، يعني ممكن أوقف هنا في المكان هذا سيارتي في الباركن ما تتحرك نعم كل شيء عندي اي نعم. فهذه نفس ترى هذه ميزة الموقع طبعا، فهذه ميزة من الميزة. فهني المشكلة شو المشكلة هني يعني. فأنا اليوم حصلت مثلا أنت استيرت في البرج الفاخر، أنا مضطر حصلت البرج الثاني فأخذت. هي انه مش انه عمليه انا والله هذا المفروض انه ما ياخذ، لا بس انا عمليه تقنين اقنن نعم. واذا قننت حطيت صار الامتياز حتى اللي برع، مش اللي داخل الجزيره وبرع المدينه سواء داخل ابو ظبي ودبي، حتى اللي برع بيستفيدون من الميزه هذه نعم. لانه بيرضى ما ياخذ اعطيه حق الامتياز يا اخي ان شاء الله يجرب نص مليون على عيني وراسي صحيح. يا اخي في امتيازات انت وفرتها على عيني وراسي اهلا وسهلا. بس هني إذا ما انحلت المشكلة هذه من دون مبالغة، وهذا كلام أنا أقوله اليوم وبكرة وما زلت أقوله وقلته في 2009 و2010 و2011 وما زلت متمسك، إذا ما تصحح سوق الأيار واستوى له تشريع راح تتفاقم المشكلة طبعا. أو لأن يوميا لو تروح المحاكم لو تروح الليان الزعي بتلقى كله موجود، مش هني على مستوى أي مكان في العالم مش إلا هني. طب الآن إذا تكلمنا عن معايير السلامة والأمن طبعا ذكرتها أنت في بعض الأحيان أين تكمن أهميتها؟ لان هي المعايير وحده في لا. كل الابراج، لكن هل هناك شيء مختلف لابد انه يتواجد؟ هنا بني هنا بنتكلم بالنسبه للمعايير. عندي هنا في من الشروط اللي حاطه شرطين في اللي هي نظام تيسي في شركه تفتش عليهم سنويا لان حتى عندي هناك مو بلا هذه بس حتى من الابسط الامثله البسيطه اللي حاطه نظام الدراسه خلال ثلاث سنين اذا ما التزمت بالشروط تنزل من الفئه الاولى للفئه الثانيه على المجمعات والابراج نعم. يعني حط هني نقاط لهم حاطه موجوده، يعني لدرجه اني حاط اذا ما التزم مثلا خل بشرط من الشروط لموجوده واستوت عليه شكوى مره مرتين ثلاث اوتوماتيكيا ينزل من الفئه الثانيه للثالثه نعم. او من الفئه الثالثه للرابعه نعم. لان في معيار هناك يلزم. بالنسبه للشروط السلامه في دورتين له، في دوره سنويه وفي دوره كل سنتين، والشركات مختلفه طبعا. هل محافظ لانه بيعطيني تقرير كامل سنويا عليه هذا هني الحين. وخلنا هذه عندك مشكلة ثانية
بعدها مش موجودة نظام التأمين العقاري. نعم. هذه مشكلة أخرى. في الأبراج الجديدة مؤخراً أصبح موجود يمكن في بعض. بعض الأبراج قليلة التأمين العقاري. أنا بتكلم لك يا أخي السواد الحين. لذلك لو صار حريق ولا ما شيء. ما لو صار حريق. بين من اللي بيطيح. ما حط صحيح. هذه مشكلة برضه من المشاكل. في أيضاً عندنا في عندك نظرة أنت خاصة بفوضى الإعلان عن العقارات والشقق، يعني من اللي رخص بتلك الإعلانات ويتحقق من مستواها وفعلاً يعني مصداقيتها، بما أن نحن نجد السوق هناك دعاية كثيرة وكبيرة بالنسبة للعقارات وليس لصاحب العقار أي شأن ولا خص بها. هذه من الأشياء اللي أنا ذكرتها وشرت فيها، مش الحين شرت فيها، شرت لها أكثر من مقابلة، مو بلها مقابلة، شرت لها في عدة مقابلات. المشكلة هي لو تدخل يوم على مستوى التواصل الاجتماعي بس تحصل إعلانات بالهبل. نعم. ولو تصير تبحث تواصل معها يمكن تحصل المصداقية منها من 5 إلى 10% فقط. أي الرق بس أنا أتصل فيه. بيض الله وياك. نعم. فهذه الإشكالية، هذا واحدة. ليش أنا طالبت في الدراسة ومن قبل طالبت بالنسبة للإعلان؟ لأن المصداقية السوق هو شو يعتبر؟ سمعة. طبعاً. ومصداقية، إذا ودت المصداقية كل شيء ودت. بالنسبة للإعلانات إذا المعلن بينزل ما عندي مشكلة يا أخي، تعال أعلن يا أخي، أنت بطلب يا أخي في قنوات رسمية لازم تأخذها عبر المرئي أو المقرو، في قنوات لازم تأخذها، إذا أخذتها هذه وصولها 1 2 3 يا أخي ومطلوب منها، مش مشان شيء. أنا هني كالسوق أحافظ عليها على مصداقيتها معدومة طبعا، وهذا مش موجود عندنا خصوصا للقادمين الجدد إلى الدولة. طبعا يحتاجون أن يجدوا طبعا باب مفتوح ولكن باب ذو مصداقية حتى لا يضيعوا بين هذه الإعلانات طبعا اللي هي أنت كالبا. تعرف في الدراسة طالبت حتى موضوع بثير الحين هني في الحلقة هذه، برنامج يسمونه في ضمن الدراسة في يسمونه الدليل التعريفي للمستثمر. شو الدليل التعريفي للمستثمر هذا؟ وطالبت بأنه يشارك في كل معارض، مش معارض أي معارض يستوي عندنا داخل الدولة هني، في جميع المعارض يشارك. الدليل مكتب هذا الدليل التعريفي يشرح له، يشرح لأي مستثمر يعني يأخذ له الزاوية في المعارض حتى الناس الداخل والطالع يشوفه، يسمونه دليل تعريفي، بقى دليل تعريفي للمستثمرين، شرح له على قانونه للاستثمار ونظامه، شو التسهيلات، شو الحوافز، وبنفس الوقت مع فقرة هناك شرح له شو عادات البلد وتقاليدها حتى يحترم. إذا ودت هذه الواجهة موجودة هذه الروح عملية تسويقية واستقطاب وجذب يذب. فهذا الشيء إذا مش موجود، إذا عندنا التشريع مش موجود وسوينا الشيء نفس الشيء. صدر قبل فترة صدر برسوم عندنا في أبو ظبي الحمد لله، وهذا فضل رب العالمين الله طول عمره شكرا أننا مهتمين بالشيء متابعينه. فصدر التنظيم العقاري هذا نطالب به من زمان، وبالعكس بس هني الأساس وينه؟ سوق الأجار، سوق الأجار مثل ما هو. نعم. شو الحلول ليه؟ ما في بديل. أنا بتذكر في مقابلة السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويبارك فيه ويرعاه، في مقابلة له في التلفزيون العربية قبل حوالي 8 سنين أو 7 سنين، طبعا فيها كلام كثير أتكلم بس أنا بأخذ جزئية منها. سألها مدي على الإمارات في 70 وفي 80، في الأخير قال شو الرؤية؟ فرد شوف بساطة الشيخ محمد الله يطول عمره وكلمتين قالها بالعامية وبالبساطة، يعني أنا هذه الكلمتين حطيت عليها خط وسميتها مسمين. شو قال؟ إحنا نمشي مع ركب واللي بيتم يواصل مع ركب. وشوف الريال نظرته، نظرة الإنسان اللي عنده الآفاق بعيدة نظرته وينظر للجوم اللي إحنا فيها هذا. طبعاً. وأنا هذه هي أعتبرها منها مثابة رسالة للأصحاب المسؤولين الدوير. للأسف البعض منهم أطلق عليهم أنا اليوم أصحاب الفكر الضيق والنظرة المحدودة، يحطموا الاستثمار أين ما وجدوا. فأنا يوم أنظر ما أنظر لليوم طبعاً، عد مثل ما عد الله يطول عمره وقال الكلمتين هذه بسيطة، يعني استبان أقول لك أكثر من الكلمة، يعني أبسط من أبسط من البساطة بس يعني هو توزعت المسؤولية ولكن عاد المسؤولية طبعاً، لكن هو كانت منها موجهة للجميع ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. زين، إذا في كلمة أخيرة تحب مثلاً تذكر لنا الآلية اللي ممكن يتنفذ بها طبعاً أو إنه ينخرط مثل هذا التصنيف من ضمن منظومة العقارات. شوف الحين خلنا نأخذها بالمنطق، أنا ما هو مش كلام مبارك، لا السوق هو اللي يحكمني طبعاً، والسوق إذا بيحكمني بتماشى. دائماً في مقولة أقولها بشكل عام، أقول الاقتصاد أما يكيفك لما يريد يوصلك الأفاق، أما أنت تكيف لما تريد فيوصلك لمتاهات الأنفاق. نعم. فمعنى كلامي هنا أما وضع تشريع يخدم السوق ويكون واجه للجميع
يا اما ما في حل اخر. طبعا. والتصنيف لابد منه. لابد منه. لابد منه ليش؟ لان بيعطي امتيازات في حقوق يا اخي الكل. طبعا. حتى بكره يو عندي منازعات بيدخلون عندي ابسط مثال منازعات، انا اقول لك اياها من الحين. اذا استوت اعطاء حق الامتيازات، اذا فعلا استوى حق الامتيازات واعطوا، صدقني يا نسبه نسبه المنازعات هذه ان شاء الله باذن الله ما بتصبح حتى ممكن 2-3% ما بتحصلها، لان الكل عرف اللي له عليه. صحيح. نعم، وهذا المطلوب ما الموضوع ما طلب على مستوى هذا. صحيح طبعا. على مستوى الدوله كامله. طبعا يمكن الدوله والقياده يعني مارست اساليب مختلفه لايضا للحد من هذه المشاكل، ولايضا انها تقدم حلول مختلفه للقاطنين في الدوله والمستاجرين، بانها ايضا بنت مثل ما قلنا نحن يمكن كان في مباني في شوارع رئيسية، لذلك تتجانس الأسعار حتى لو كان هناك فرق في الفخامة وفرق في العمر طبعا بالنسبة للبنايات. لذلك الدولة وفرت مساكن خارج مدينة أبوظبي على مسافات متتالية، وبالتالي نزل قيمة الإيجارية بالنسبة لهذه طبعا المباني أو الفلل اللي بنيت بعيدا عن الإمارة أو عن قلب طبعا العاصمة أبوظبي أو غيرها أيضا في دبي. هذه أحد الحلول يمكن اللي مارستها الدولة في التقنين من عملية الأجار وإعطاء الفرصة لكل القاطنين أنهم يختارون وين حابين يسكنون حسب مقدرتهم المعيشية، ولذلك أيضا انطلقت المدارس بتوسع في كافة هذه الأماكن طبعا الحمد لله. لكن يعني أنت رؤيتك أكيد لها بعد آخر ومهمة جدا، وأتمنى حقيقة أن تجد الطريقة أو أن تقدم لمن هم فعلا قادرين على أن يصلوا بها إلى أن تصبح جزء من المنظومة. وفي نفس الوقت أرى أنك عليك أن تحاول أكثر وأن تحاول والله. أن تنشئ جمعية حتى لو بينكم والله. نبدأ دوم هنا الحمد لله بالجمعية، ومن ثم الجمعية تثبت أن هناك فعلا مصداقية، هناك قدرة عند هؤلاء المواطنون، هناك حب لأنهم يقدموا لدولة الإمارات العربية المتحدة. من هذه الجمعية تقدر تنطلق إلى طبعا الآفاق اللي أنت تبحث عنها، ونحن أكيدين إن شاء الله أن اليوم وصلنا رسالة، وربي إن شاء الله يحفظك. وطبعا هذا التفكير نحن يعني نفخر به، لأن دولة الله. الإمارات تدور الناس اللي حابين أنهم يشاركون في نمو الله. البلاد. هذه فرصة وهذه مطالبين بها، شوف الله يطول أعمارهم ويحفظهم دائما يطالبون بالشيء هذا. الحمد لله. الحمد لله، وإن شاء الله كل واحد الشعور وكل شيء. الشعور أخوي وسيدي مبارك العامري، شعورك بالمسؤولية يكفي. الحمد لله هذا من أعمار الحمد لله. وأنت تقول من 2009 ولين الحين أنت تسعى وراء هذا المأمور. نعم بتوصل إن شاء الله. موجودة من 2009 لو تدخل في مقابلة موجودة في قناة CNN عربية 2010. إن شاء الله. حتى المذيع بيسأل الكلام موجود، وأنا طالب الموضوع هذا مش من اليوم. المجهود هذا طال عمرك ما بيروح ان شاء الله. ان شاء الله طيب ان شاء الله. تراني ما انظر من شيء، انظر خدمه قدمها لبلدي. ربي يحفظك يا رب. هذا 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 سمته عيال الامارات الحمد لله، وهذا نعم رب العالمين. الله يحفظك. شكرا الله. لك على تواجدك معنا اليوم تلبية الدعوه، وشكرا للتلفزيون قناه الظفره. الله يسلمك. ومشكورين على الاستضافه، وان شاء الله فعلا نكون قدمنا الشيء اللي يخدم الشارع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله اكيد. ربي يحفظك يا رب. اذا اشكر طبعا الخبير العقاري السيد مبارك العامري كان معي في حوار المساء. اترككم واعود اليكم بعد قليل مع ما تبقى من مساء الامارات. تريونا. يا هلا ويا مرحبا الساعة، وبعدنا مستمرين معاكم أكيد. خليني أذكركم مواقع التواصل الاجتماعي واللي اخترنا لكم منها هذا الفيديو اللي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم على موقعها على اليوتيوب، فيديو خاص بإدارة الحركة المرورية بمناطق الاحتفالات في دبي ليلة رأس السنة. خلينا نشوفها مع بعض ونرد لكم مرة ثانية. إدارة الحركة المرورية خلال فعالية رأس السنة الميلادية 2016 في منطقة برج خليفة. سيتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى منطقة برج خليفة بتاريخ 31 من ديسمبر 2015 من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12:30 صباح اليوم التالي. يمكن للجمهور التوجه باكراً إلى المنطقة، أو يمكن استعمال المواقف الأربعة المخصصة مجاناً. سيتم توفير 170 حافلة لنقل الجمهور من وإلى مكان الاحتفال في منطقة برج خليفة، كما سيتم تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة. سيتوفر أكبر عدد ممكن من مركبات الأجرة، وأيضاً سيتوفر بعض سيارات الليموزين في الموقع.
لمستخدمي المترو يرجى العلم بأن محطة مترو برج خليفة سيتم إغلاقها ابتداء من الساعة 10 مساء. يمكن لركاب المترو النزول في محطة الخليج التجاري ومحطة المركز المالي واتباع اللوحات الإرشادية للعبور في الممرات الآمنة. في وقت المغادرة وابتداء من الساعة 12:30 صباحاً سيتم توفير حافلات لنقل الركاب من موقع الحدث إلى 4 وجهات محددة في دبي. أكيد يعني تعبهم باين ما شاء الله عليهم شرطة دبي وبعد الار تي اي، فنتمنى من الجميع إن شاء الله نتقيد بالضوابط اللي موجودة والشوارع وكذلك المواصلات العامة عشان ما تستوي زحمة ويكون راسنا يمر علينا بالخير والبركة وكلنا نستانس فيه. أكيد زين. أكيد طبعا بسيرين باكر بدري. أنا بسير بالباص برأيكم بوقف السيارة بركب الباص كذي. أنت عندك حلقة في القرية العالمية صحيح، وين باص بيوديك هناك؟ ما عليك، الباص بركب الساعة 3 زين، بروح باكل ذرة. يعطيك العافيه. اي شيء نقدر نركب على يعني مطيه شيء مطيره؟ لا انا اخاف منهم، ركبت مره في مصر وتروعت وغيرت. معقول؟ والله العظيم احد يركب عاد رايحه مصر تركبين؟ اركبين وعد الاهرامات وكان صايم يا عبد الله الجمل كان صايم، بس قلت له تذكرني انسى السالفه. مشاهدينا طبعا ناخذكم الان الى عناوين الصحف واهم عناوين واخبار الصحف الصادره اليوم الاربعاء الموافق 30/12/2015. خلصت السنه يا ريم. خلصت خلاص بقي يوم. جولتنا نبداها طبعا بصحيفة الاتحاد ونطالع عشاء رأس السنة في دبي 2000 درهم. يلا ما حد تعشى باكر، ما حد تعشى باكر، الكل صايم صيام صيام، كل صايمين باكر. نقرأ أيضا في البيان إحالتهم للمحاكمة بعد ضبط 6.2 كيلوغرام خشاش خشخاش. خشخاش طبعا هذا خشخاش نوع من أنواع المخدرات، نوع من أنواع الحشيشة، ما أعرف ما عندي خبرة في المواضيع. أكيد بحوزتهم أسرة تبيع المخدرات في بقالتها 30 سنة 30 عام. الله أكبر سبحان الله. وفي الخليج أيضا نقرأ 2015 عام السينما الإماراتية بامتياز ما شاء الله. وفي الإمارات اليوم أكيد نطالع التجار عزوها إلى تقلبات الجو والمستهلكون إلى ألاعيب التجار، 70% زيادة في أسعار الأسماك بأبو ظبي. أما في الرؤية نقرأ ترقب قرار بصيانة السيارات المضمونة خارج الوكالة. الحمد لله بنصلح في المصفح. وما زلنا مع صحيفة الرؤية في رأي الصورة، نقل الإبل بمركبات غير مخصصة ومعدة لهذا الغرض وربطها بالحبال بدل فصلها بحواجز نظامية يعرضها للخطر أكيد والإصابات ويمثل خطورة على مستخدم الطريق. الصورة التقطت في العين أمس. يا جماعة خافوا على نفسكم قبل حتى يعني عن مستخدمين الطريق. لا حول. وأخبار الغد من صحيفة الإمارات اليوم، شاشات عملاقة في ساحة تايم سكوير بنيويورك لنقل احتفالات برج خليفة. نحن لو نتأكد بس يعني فعاليات القرية العالمية هناك بنتأكد نحن رحنا نيويورك ببلاش كذي بدون تذكرة. أكيد معكم بعدنا مستمرين، عندنا فعالية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقدت اليوم قيادة الوحدات المساندة مؤتمرا صحفيا في العاصمة أبو ظبي للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية. كاميرا أكيد تلفزيون الضفرة كانت موجودة هناك ورصدت كل الأجواء، خلنا نشوفها. أعلنت قيادة الوحدات المساندة في ميدان الرماية انطلاق فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبو ظبي أن المهرجان يتضمن مسابقة الرماية التي تشمل بندقية رجال ومسدس رجال، وستكون للأولاد من عمر 13 إلى 17 سنة وللبنات من العمر نفسه، ومسابقات الرماية فردي وفرق إسقاط الصحون. تواجد الأسرة الإماراتية في هذا المهرجان، طبعا هناك تم تخصيص أنشطة كثيرة ومختلفة بالنسبة في هذا المهرجان، سواء كانت
الرماية، وهي مختلفة سواء كانت البندقية والمسدس فردي، وكذلك بالنسبة للصحون المسدس والبندقية. وكذلك هناك يمكن أول مرة نحن نحط مسابقة اللي هي مسابقة المسدس النساء، وهي من ضمن الأهداف الرئيسية لمشاركة الأسرة سواء الأب أو الأم أو الأبناء في السكتون البنات والأولاد. هناك في أنشطة مختلفة من بعد هذه الرماية، وهي الأمسيات يعني في المساء، برنامج المسائي، وهي فيه فقرات عسكرية ومدنية. العسكرية طبعا بالنسبة للفرقة الموسيقى العسكرية، وكذلك فرقة المشاه الصامتة ورماية المدفعية. أما الجانب المدني في أمسيات شعرية وأغاني وطنية، وكذلك مسرح للأطفال، وهناك ألعاب نارية كذلك. ومن الفعاليات ننتقل معكم إلى أخبار وزارة الداخلية، فقرة العين الساهرة إلى تاريخ اليوم. في أول أخبار وزارة الداخلية، اطلع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على سير العمل والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمراجعين. وتفقد الفريق الشعفار وبحضور اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مختلف القطاعات والإدارات التابعة للإدارة العامة وإدارة الجنسية، واطلع على أحدث الخدمات التي تقدمها إقامة دبي للمتعاملين في مختلف المجالات، داعيا إلى المحافظة على التميز تجسيدا لرؤية استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق أفضل المعايير. وشاهد معرض صور شهداء الوطن الذي أقيم في مبنى إقامة دبي، والذي تضمن 71 صورة لشهداء الوطن تخليدا لذكراهم وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي. من جهة أخرى، كرم الشعفار الملازم أول علي عيسى عبد الكريم علي رئيس قسم الضبط الجوي في مطار دبي التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك تقديرا لجهوده وتعاونه في كشف قضية تزوير. خرجت شرطة أبوظبي دورة منظومة تطوير العملية التحقيقية بمشاركة 72 منتسبا من العاملين في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، واستمرت عاما. وسلم اللواء عمير محمد المهيري مدير عام العمليات الشرطية الشهادات للخريجين بحضور عدد من الضباط. وأثنى اللواء المهيري على حرص منتسبي الدورة على الاستفادة من أهداف الدورة والبحث عن فرص التحسين بشكل مستمر، ودعا إلى أن يكونوا دائما مثلا متميزا، وأن يبادروا بطرح الأفكار التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز ثقة الجمهور بما تقدمه الشرطة من خدمات. توفر مديريات شرطة المنطقة الغربية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي أقصى سبل الأمن والسلامة لجمهور مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل في دورته التاسعة بمدينة زايد بالمنطقة الغربية. وأكد العميد عجيل علي عبد الله مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية أن مشاركة المديرية في فعاليات مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل في دورته التاسعة تعزيز للشراكة المجتمعية مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتسهم في زيادة ثقة الجمهور بخدمات الشرطة ودورها في تعزيز مفهوم الأمن والسلامة. حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي قائد المركبات من خطورة عدم الالتزام بتثبيت الدرجات الهوائية أثناء نقلها وتفادي سقوطها على الطريق، ما قد يسبب في حوادث مرورية، موضحة أن السائقين غير الملتزمين بتثبيتها بصورة آمنة يتعرضون لمخالفة رقم 80 من قانون السير والمرور، والتي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة أسبوعاً والغرامة 200 درهم. ونصح العقيد محمد ضاحي رئيس قسم مباحث المرور في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الأفراد عند نقل واستخدام الدراجات الهوائية بتثبيتها على مركبتها بطريقة آمنة، مع وضع مصباحين أمامي وآخر خلفي ولوحة خلفية عاكسة، وضرورة الالتزام بالسير على الممرات المخصصة لها وعدم حمل ركاب آخرين على الدراجة أو التعليق بمركبة أو دراجة أخرى، وعدم السير جنبا إلى جنب على الطرق. شهد سعادة اللواء خميس مطلم زين القائد العام لشرطة دبي حفل تكريم الفائزين في ملتقى التميز الشرطي 11 لفئة جائزة وزير الداخلية للتميز جائزة القائد لعام 2015، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة بحضور مساعدي القائد العام سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي
ومدير الإدارات العامة ومراكز الشرطة وشركاء والموظفين، مؤكدا سعادته أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت الجائزة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي كان لديه بعد نظر في مشاركة شرطة دبي في جوائز التميز، حيث أوفد مجموعة من ضباط الجودة ليتعلموا التحكيم في مجال التميز والوقوف على المعايير الخاصة والجوانب الصحيحة الخاصة باستمارة المشاركة. كما كرم المقدم جاسم بن هدى السويدي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة عددا من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بإدارة العمليات من المتميزين في أدائهم الوظيفي خلال العام الجاري، كما كرم أصحاب الأفكار المتميزة خلال الاحتفالات باليوم الوطني 44 من العاملين في الإدارة وفئة العمال، إضافة إلى تكريم أفراد العمليات الذين تعاملوا مع بلاغ مثبت السرعة بحرفية عالية وإنقاذ سائقيها. شهد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ورشة منظومة الأداء المؤسسي بمشاركة إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة رأس الخيمة، وذلك انطلاقا من خطط استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى العمل بفعالية لتحقيق غاية الوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة لتكون دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمنا وسلاما. وفي آخر أخبارنا، كما وتفقد سعادته إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، حيث كان في استقباله العميد إبراهيم علي كابتن مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة وعددا من الضباط الشرطة، وذلك لتفقد سير الأداء والإطمئنان على مجريات العمل في إدارة مكافحة المخدرات والنظر في خدمات المقدمة ومناقشة فرص تطويرها وتحسينها ضمن مبادرات القيادة العليا لشرطة رأس الخيمة للارتقاء بخطط وتحسين وتطوير سير العمل الشرطي والخدمات المقدمة دوريا. إذا أعزائي المشاهدين، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية في فقرة العين الساهرة. بعد الفاصل كل ما يهم الجمال وفقرة لمسات، لا تروحون بعيد. أرجع ورحب فيكم من جديد، وبعدنا مستمرين معاكم أكيد في فقراتنا المتنوعة في برنامجكم مساء الإمارات، ومثل ما أوعدكم دائما أن فقرتنا فقرة لمسات تهم المرأة والرجل في كل ما يتبع الجمال. اليوم معانا دكتور يامن المغوش أخصائي جراحة التجميل، طبعا مثل ما يعيش العالم نوعا من الهوس بالجمال والقوام والقد الرشيق، البعض يتبع اساليب رجيم قاسيه وبرامج تخسيس مدروسه بالمليغرامات، حتى بات الموضوع يشكل هوسا او نوع من الجنون خاصه عند النصف الجميل الرجال والنساء. في عالم الطب هناك وسيله اخرى تتمثل في الشفط وهي شفط الدهون، وحول هذا الموضوع الشيق طبعا يهمنا وايد ان يكون معنا الدكتور عشان يزيدنا من خبرته في هذا الموضوع. يا هلا ومرحبا الساعة دكتور يامن، ومنور معنا مساء الامارات. شكرا لك. يا هلا ومرحبا دكتور. في بدايه الامر اذا بنتكلم اكيد الشفط ما الا بعد زياده الوزن، زياده الوزن يمكن اول منطقه يبين عليها الوجه، فاذا نتكلم في عمليه الشفط بالنسبه للوجه او النحت او الواحد اذا بيخفف من الدهون الموجوده في الوجه كيف يقدر يسويها؟ هلا بالنسبه للوجه اكثر منطقه ممكن تتراكم فيها الدهون هي اسفل الدقن، صحيح، واللي بسموها الدبل تشين، يعني بيكون في دقن مضاعف، بيكون تحت الدقن مبين مثل كانه في دقن ثاني، في رقبه ثانيه، في شخص ثاني موجود تحت، بسبب تراكم الدهون، صحيح، اسفل الدقن. هلا العلاج هو مثل باقي الدهون بالجسم هو بالشفط الدهون، بس ميزة هاي المنطقه انه فيها نسويها تخدير موضعي بشكل كامل. جميل. ويعني الشخص اللي سوى هاي العملية ممكن كأوت بيشنت، يعني مثل مثلا ممكن يطلع في نفس اليوم، يعني ما يتعرض لتخدير، ممكن حتى كامل بالعيادة، يعني بالمكتب بالعيادة تساوى بتخدير موضعي بوقت 10 دقائق أو ربع ساعة ممكن تنشفط الدهون من هاي المنطقة. جميل. طبعا في لازم يلبس ضاغط مشد أو مشد لمدة أسبوعين تقريبا. أوكي. لحتى بعدين نشوف النتيجة. هاي بالنسبة للدهون بالوجه أكثر منطقة هي يعني اسفل، صحيح، الدقن. إذن دكتور الحين الاغلبيه بعد ما يشفطون يقول لك اني انا اريد وجهي تبين ملامحه اكثر، فعمليه نحت الوجه او عمليه النفرتيتي اللي يقولوا لها او عمليه حقن الذقن مثل ما يقولون، خلينا بعد نقول حق مشاهدينا شو هي هذا. هلا هذا المفهوم هو ليرجع الوجه للشكل الشبابي، هو الفي شيب. هلا معروف انه الوجه عند الشباب بيكون
بشكل مثلث او الفي. هلا مع التقدم بالعمر بصير يتغير الشكل بسبب الترهل والجاذبيه، بصير يصير الشكل اكثر مثلا ممكن مربع، او بعدين التقدم اكثر بالعمر دكتور بصير خوفتني انا حلال وجهي مدور بعد فتره بحصله دائري، بصير دائري بعدين بصير مثلث مقلوب هيك، يعني بيعبروا بشكل هندسي عن تقدم العمر بالنسبه للوجه. هلا الفي شيب لنحصل عليه في عدة طرق. هلا مثل ما حكينا اول شيء شفط الدهون من منطقة الاسفل الدقن، جميل، ممكن تحدد هاي المنطقة. في طريقة الشد بالخيطان، بنشد بنحط خيطان بتشد المنطقة اسفل، هذا اللي يسمونه خيوط الذهب بالضبط، مسمى الطبي مالها. ايه هي خيوط ذهب، فهاي الخيوط فيها اقماع كولاجين بتشد البشرة وبتحرض على تشكل الكولاجين، ف تعمل شد للبشرة، تتفاعل مع الأنسجة اللي موجودة الكولاجين فتساعد على شد الوجه وترده. هو الترهل أساسا هو سببه أو أحد أسبابه هو فقدان ألياف الكولاجين، هي ألياف المرنة من الجلد مع التقدم بالعمر. جميل. هلأ في كمان يعني طرق تانية، فينا نحقن فيلر كمان بيحرض الكولاجين مثل يعني فيلر في مادة الكالسيوم كمان بيحرض بيعطي ليفتنج. هلا هاي تقريبا طرق لحتى نعمل الفي شيب. هلا بيجي بعدين الطرق الجراحيه عند الاشخاص اللي كثير عندهم ترهل، ففينا نعمل شد الوجه. شد الوجه اللي هي من الاطراف دكتور تي، من عند الذقن اطراف الوجه، بتتم بشقوق غير ظاهره من عند الاذن وخلف الاذن وعند خط يعني الشعر. ما في خوف ان شاء الله، التجميل كامل ما بيبين اي عمليات شفط او جراحه، بتكون بايادي امنه. طبعا دكتور ما شاء الله انتم معروفين تبارك الرحمن في مصداقياتكم، والدليل على هذا انه عندكم كثير من الوسط الفني والاعلامي الى اخره، فيعني ما دليل ان ما قبل وبعد في مصداقيه في النتيجه. ان شاء الله. مفهوم الشفط دكتور عند البعض يمكن ما يفهمونه، خلينا نتكلم مفهوم الشفط شو اساسا كمفهوم طبي عشان نفهم للجمهور. هلا كمفهوم طبي هو إزالة النسيج الدهني أو الخلايا الدهنية بالأماكن غير المرغوبة من الجسم، هاي بشكل عام أو بسيط المفهوم. جميل. هلا المفهوم هذا تطور مع الوقت، بداية كان هو بس إنه إزالة الدهون من الجسم، تطور المفهوم بعدين لحتى لتشكيل الجسم، يعني إحنا فينا نشيل دهون مناطق غير مرغوبة وننقلها لمناطق تانية لنعزز الحجم فيها، مثلا فينا ننقلها للوجه، للخدود، للخطوط والتجاعيد اللي بالوجه. يعني من الجسم نفسه دكتور ما تستخدمون مواد خارجيه؟ بالضبط. يعني يصير ممكن الواحد يستخدم مواد تجميليه خارجيه وممكن من الجسم نفسه اذا شعر مثلا؟ طبعا هي الدهون هي احسن ماده انه يعني استخدامها كفيلر او لتعزيز الحجم بمناطق الجسم، لانه هي من الجسم نفسه، يعني ما بصير في لها اختلاطات او مضاعفات جانبيه. جميل. الحين دكتور انا عارف ما شاء الله ان عمليات الشفط ما صارت بس للنساء، حتى الرجال قاموا يسوونها، وفي موضه جديده ابشركم فيها اكيد جنس الرجال ادم، انه في الحين عمليات الشفط وتقسيم لعضلات البطن، فاليوم يعني لكم نصيب في فقرتنا في فقره لمسات، بعد نضيف لهم ونخبرهم اياها دكتور هذه. هلا مع تطور كمان التقنيات الشفط صار في اجهزه نقدر فيها انه نحن حتى نشكل الجسم والعضلات تبع الجسم. جميل. فكمان هذا مفهوم جديد هلا بجراحه التجميل عند الشباب، يعني في كثير شباب بيروحوا يعملوا جيم ويعملوا رياضه لحتى يبرزوا العضلات، بس بتكون هاي متعبه ومرهقه، خاصه هلا انه ما في الوقت الكبير يعني. جميل. فنحن بنقدر نساعدهم انه بروز العضلات في مناطق معينه بالجسم، بالضبط، نعمل نشفط الدهون بالمناطق الزائده، والمناطق مثلا منطقه البطن في عضلتين بمنتصف البطن صحيح بسموهم السكس باك او هي العضله المستقيمه البطنيه يعني. نعم. فهي نحن باللايبوسكشن بالشفط فينا نشكلها نعطيها الشكل. كمان نفس الشيء بالنسبه لعضله الصدر، فينا بالشفط انه نعززها للعضله، ننقلها دهون فبتكبر العضله ومنحدد لها الشكل اكثر. لا جنب بعد اليوم. لا هلا هو هذا الكلام اكيد لا بديل عن الرياضه ولا بديل عن الحياه الصحيه، أكيد يعني هذا في حاله التكاسل او في حاله الشخص اللي يعاني من زياده وزنه، من زياده انه ما يقدر يكون عنده الاراده انه يقدر يظهر العضلات مالته، يعني او انه يكون طريقه مساعده، يعني الشخص لا يعني بدل ما انه يعمل رياضه ساعه وساعتين باليوم صحيح ممكن فتره قليله تكون كافيه له، وهي بتكون وسيله مساعده لانه انه ياخذ شكل الجسم اللي هو بيرغب فيه. جميل جدا. بدون ما يكون عم يبذل مجهود كثير. زين يعني دكتور في ناس وايد تخاف من عمليات الشفط، يقول لك ممكن ان التخدير ياخذ وقت زياده فيدخلون في غيبوبه. نحن بنطمئن اكيد مشاهدينا وجماهيرنا ان ما في خوف من عمليه التخدير في عمليه الشفط، وتعتمد ان كانت على الوزن او على حسب العمليه، بعد نعطيهم الديتيلز دكتور.
هلا بالنسبه للتخدير كمان تطور يعني بالمجالات الطبيه شمل كل المجالات. هلا كمان بالتخدير تطور اساليب التخدير، والتخدير في انواع، يعني في تخدير عام، في تخدير مشارك موضعي وعام. جميل. وفي تخدير موضعي. هلا التخدير ان كان موضعي او التخدير المشارك، حتى التخدير العام حاليا يعني ما في خطوره، ما في خوف منه نهائيا، خاصه عند الاشخاص الاصحاء. يعني مرضى التجميل هن غالبا شباب، يعني مو شباب، بيجوا منتصف العمر. فبيكونوا تقريبا ما في عندهم مشاكل مرضيه، ما في عندهم مشاكل الحمد لله. هلا الخطوره بتجي عند الاشخاص اللي عندهم امراض مثل الامراض القلبيه، الامراض الصدريه، هدول بيكون في عندهم خطوره من التخدير العام بنسبه معينه. بس الاشخاص الطبيعيين التخدير ما بيكون بيحمل اي خطوره. الحمد لله. انتم ما صارت عندكم يعني ولا تشخيصه ولا مثل ما يقولون بيشن صار عندكم في هذه الحاله؟ الحمد لله تبارك الله. زين دكتور، اذا تحب انك توجه نصيحه اخيره لمشاهدينا. هلا بالنسبه لمفهوم الشفط، بس في نقطه انه حاب اشرحها. اكيد. هو طريقه لتنزيل الوزن. يعني في كثير اشخاص بيجونا هن فهمانين اللايبو سكشن او الشفط هو طريقه لتنزيل الوزن. هو المفهوم تبع الشفط هو طريقة لتحسين شكل الجسم. جميل. اما تنزيل الوزن ففي له طرق ثانية، يعني اللي بتبلش بالضبط بتبلش من الرياضة، الحمية الغذائية، بعدين في ممكن الأدوية، ممكن بعدين الأساليب الجراحية اللي بتنتهي يعني طبعا بقص المعدة او العمليات تبع البدانة المعروفة كلياتها. اما الليبوسكشن او شفط الدهون فهي لتحسين شكل الجسم. نعم، بالطريقه باللغه العاميه تنحت جسمك بالمنطقه اللي انت تبها من ان يشيلون الدهون الزايده في الجسم. بس هي ما انا وسيله ل مش وسيله لتنزيل الوزن. تنزيل الوزن ممكن اذا الشخص تبع حميه مع الشفط ممكن ينزل وزنه بنسبه معينه بس قليل. أكيد. بس مو هي الغايه. اكيد. شكرا لك دكتور لوجودك معنا، وان شاء الله ان المشاهدين اكيد لك. استفادوا وعرفوا شو معنات عمليه الشفط وشفط الدهون. شكرا لك. شكرا لك دكتور. اكيد نشكر دكتور يامن المغوش اخصائي جراحه التجميل كان معنا في فقره لمسات. الحين بناخذكم في تقرير مكاني بينكم، طبعا الشاب الاماراتي والرياضي المتميز عبد الغفور الرئيسي، الشاب الاماراتي والرياضي اللي لم يتوقف اعاقته في طريقه في ممارسه حياته بشكل كامل. مزيد عن هذا التقرير اللي عدنا يا زميل البشار عبد الله. اسمي عبد الغفور علي الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، عضو مؤسس للنادي، رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي، أحد أبناء مدينة الشارقة الحبيبة. بالنسبة للدراسة الحمد لله كملت لغاية الثانوية العامة، بعدها مباشرة ذلك في 93، بعدها مباشرة توظفت، التحق بالوظيفة في إحدى المؤسسات الحكومية. الحمد لله رب العالمين، أعتمد على الله ثم على نفسي في تنقلاتي وفي يعني حياتي بشكل عام. الحمد لله ما محتاج أن أحد يساعدني في حياتي بشكل عام. الحمد لله أنا شخص متزوج، الحمد لله ماشي فرق بيني وبين أي شخص، يعني متزوج وعندي عيال، أسير وأي مثل أي شخص. إنما الفرق بين شخص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة فقط الكرسي المتحرك فقط. الحمد لله الحكومة ما مقصرة، والحكام مقصرين في الإمارات السبع، المسؤولين الحمد لله رب العالمين كل مهتم في شخص ذوي الإعاقة، الطفل ذوي الإعاقة، اهتمام، أنا أقول اهتمام خاص جدا، لأن ما في شيء يحتاجه هالشخص من ذوي الإعاقة ووصل الطلب هذا للمعنيين وإلا مجابة الطلب هذا، والحمد لله رب العالمين. أبونا صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، هو نصير المعاقين. احنا اليوم نتكلم في نهاية 2015، هو اهتمامه
أنا اللي أنا أذكره في 86 ويمكن قبل، لكن اللي أنا أعرفه فتخيلوا يعني خلال هالفترة يعني هالمسيرة يعني في الاهتمام بذوي الإعاقة والحمد لله يعني هالنجاحات ما يت من فراغ، هاي الاهتمام الحمد لله مسؤولينا وربنا لك الحمد. مزيدا من الأخبار الإضافية، في أول خبر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبو ظبي للمطارات برئاسة معالي علي ماجد مبارك المنصوري، ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة أبو بكر الصديق محمد حسين الخوري ومصبح مبارك مصبح المرر والمهندس عويضة مرشد علي المرر وأحمد علي مطر الرميثي والمهندس محمد مبارك علي المزروعي وعبد الله عبد الحميد ميرزا علي الساهي. وفي خبرنا الآخر والأخير، توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية مساء اليوم الفائزين في ختام فعاليات مهرجان مزاينة الظفرة التاسع في شوط البيرق والتي حسمت نتيجتها للأصايل لإبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في حين حسمت إبل الشيخة أو حسمت إبل الشيخة شيخة بنت ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان منافسات المجاهيم لصالحها، وقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتسليم البيرق الظفرة للفائزين في شوط البيرق والجوائز للفائزين في باقي المنافسات التي أقيمت خلال المهرجان وسط حضور جماهيري كبير من عشاق مزاينة الإبل، كما كرم سموه الجهات الراعية للمهرجان. وقال سموه في تصريح له في ختام الحفل إن مهرجان الظفرة التاسع حقق نجاحا باهرا وسمعة طيبة وإشادة كبيرة من قبل الأوساط المحلية والعالمية المهتمة بالجانب التراثي، مؤكدا سموه الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات كمركز يجمع ثقافات وتراث العالم في مكان واحد من خلال الفعاليات الثقافية والتراثية التي تستقطبها مختلف إمارات الدولة. إذا مشاهدينا بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، رؤيتنا معكم إن شاء الله مع نهاية هذه السنة ستكون غدا في القرية العالمية من الساعة 10:30 وحتى الساعة 12:00 ليلا، إلى ذلك الحين نقول لكم في أمان الرحمن. نلقاكم باكر أكيد، ما بزيد على كلام أخوي عبد الله، في القرية العالمية باكر في جو مفعم أكيد بالألعاب النارية والإضاءات والألعاب اللي بتكون موجودة، إن شاء الله أنكم تستانسون معنا، نلقاكم على خير باكر.